السلام عليكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير يا رب، دايما كده وصحة وسعادة دايما. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ اتمنى يا رب يكون الجميع بخير كده وصحة وسعادة دايما. النهاردة طبعا بقى عاملين اكلة حلوة، وهي طبعا الحواوشي. حلو جدا وجميل، شايفين اللحمة اللي فيه، شايفين اللحمة اللي في الحواوشي، في العيش يعني بتاع اللحمة، بجد جميل جدا والله. لسه عاملاه دلوقتي، ده طبعا اول واحد كده اعمله، فقلت طبعا اعمله كده واجربه الاول اشوفه هيطلع عامل ازاي. شايفين اللحمه اهي زي ما احنا شايفين كده اهيت. والله بصراحه طلع جميل جدا جدا جدا، وقسمته بالسكينه اهوت نصين كده اهوت زي ما انتم شايفين كده. حلو جدا وجميل بصراحه يا حبايبي. طبعا اكيد كلنا بنحب يعني الحواوشي. ده طبعا اول رغيف لسه عاملاه اهو زي ما احنا شايفين كده اهوت، شايفين اللحمه. طبعا قلت بقى اجربه كده اشوف يعني هيبقى عامل ازاي. بصراحه طلع ممتاز، اكتر من ممتاز، حلو جدا زي ما احنا شايفينه كده قدامنا اهو. اتمنى يا رب كده يا حبايبي بقى يكون كده الفيديو عجبكم، نال اعجابكم. اهو شايفين اللحمه يا حبايبي، بصراحه حلو جدا وجميل، وانا يعني من عشاق طبعا الحواوشي، اكيد كلنا بنحبه يعني، اكيد كلنا عارفينه. اتمنى يا رب كده يا حبايبي يكون الفيديو عجبكم، نال اعجابكم. تعالوا بقى يلا اتفضلوا معانا. طبعا اكيد كلنا بنحب يعني الحواوشي، مفيش حد يعني مجربوش ومفيش حد ما بيحبوش يعني. يلا بقى اتفضلوا يا حبايبي معانا، بالهنا والشفا يا رب على كل حبايبي اللي معانا في القناه وكل متابعيني طبعا. اتمنى يا رب كده يا حبايب قلبي الفيديو يعجبكم، ولا اللي عجبكم متنسوناش بقى كده يا حبايبي في لايكات كتير وشير وسبسكرايب، وتفعلوا الجرس عشان يوصلوا كل جديد ان شاء الله على قناتي عالم منوعات. وقولي بقى رايكم طبعا في رغيف العيش باللحمه ده. طبعا ده لسه اول رغيف يعني، لان ما الباقي لسه ما عملتوش يعني. انا كنت بعمل كده اول رغيف، قلت يعني اجربه الاول اشوفه هيبقى عامل ازاي. بصراحه طلع جميل جدا جدا، ومش ناشف ولا حاجه، ده طري خالص جدا اهو زي ما احنا شايفين كده. حلو جدا بصراحه وجميل. اتمنى يا رب كده يا حبايبي ما تنسوناش بقى كده في لايكات كتير، واتمنى لكم يا رب كده ان شاء الله بالتوفيق والصحه والسعاده دايما يا رب. باي باي.